سلامي سلام فالم واجب ينقال بعد ما اجتمعنا في مقام العضيله بقول لابن عبيد علم على البال سمعته من اصحاب الفليله وليله ترحيبي يقلط ويستال وكل النهار الكيل يعرف عمله على ما تبع يا صاحبي بث الرسال تضيق الدروب ويطلع الله دليلا هاي من اول بغيت تصير للخيل خيال لكن اصبح الخيال راعى الكحيله يقولون صارت قيمه العشر بريال وانا اقول هذه المطيري قليله تردنا تحجها السنة تستر الحال نعد الليالي والليالي طويلة ولا يا وجوده وجد من طقه الجال يا بحاجة محرنها مستحيلة أين وظلال أخير الكتر سله دان أكتر يشيله اليسار مال البيت تحصين وظلال ولا يصلح المشلح على غير رجال وانا خابر انك من كبار القبيله امانه وش اللي غير الوضع يا خال وخلى الكريمات تدرد في البخيله عسى الله يسهل درب ماضينا الافعال مواقفهم في كل حزة ثقيلة ليا سلتني ترى السبب شينا الاعمال
ولا عاد في بعض الاوادم عقيله.